من صور التضامن. في شهر جانفي من السنة الماضية تساقطت الثلوج بكثافة في قريتنا المحادية للطريق الوطني، فشلت حركة المرور وعلقت الكثير من السيارات. أذكر بفخر تلك الليلة المميزة، فرغم برودة الطقس هب سكان قريتي لمساعدة إخوانهم العالقين داخل مركباتهم وسط الثلوج. هذا يخرج حساء ساخنا وذاك يجلب الأغطية، وهناك من قاموا بدعوة المحافظ لقضاء الليلة في منازلهم. كان شعورا رائعا، تضامن وتلاحم من قبل الجميع لتقديم المساعدة مع وحدات الجيش الوطني والحماية المدنية. الإجابة: لماذا علقت السيارات على الطريق الوطني؟ لماذا علقت السيارات على الطريق الوطني؟ سجى: علقت السيارات على الطريق الوطني بسبب تساقط الثلوج الكثيفة. ماذا فعل سكان القرية المحاذية لهذا الطريق؟ ماذا فعلوا؟ رمزي: نكب سكان القرية لمساعدة إخوانهم العالقين. جيد، هب سكان القرية لمساعدة إخوانهم العالقين. عما يدل هذا؟ إخوانهم كانوا عالقين في الثلج، لم يبقوا مكتوفي الأيد بل ذهبوا لمساعدتهم. هل هذا أولا، هل هذا تصرف جيد أم لا، أو تصرف حسن أم لا؟ نعم. إذن هذا تصرف نبيل. على ماذا يدل هذا التصرف؟ نور: يدل على التضامن والتعاون. شكرا. يدل هذا التصرف على التعاون والتضامن وأيضا على الإحسان، لأنني أرى إنسانا في محنة أساعده لأنه جزائري أولا، ولأنه مسلم كما درسناها في التربية الإسلامية. أعطيني مظهرا آخرا يدل على التعاون. مثلا إيمان: جيد جدا، عندنا وقت يأتي فيه أو يتعاون فيه الناس في غرس الأشجار، بناء المساجد. أيضا عندما يكون عندنا مسجد نريد أن نبنيه يتكاتف الناس أجمعين. بالإضافة إلى عندنا، من يعطيني مثالا آخرا؟ مهدي: تنظيف الحي. عندما تنتشر الأوساخ في الحي يتكاتف الجميع و نقوم بتنظيف الحي لأننا نسكنه أجمعين. من منكم يعطيني جملا فعلية في هذا النص القصير؟ جملة فعلية. قلنا أن الجملة الفعلية بماذا تبتدئ؟ عبد القادر: تبتدئ الجملة الفعلية بفعل. يخرج حساء ساخن. جيد. بماذا قام السكان؟ ذهب السكان لمساعدتهم، وماذا قدموا لهم؟ قدموا لهم حساء ساخنا. يخرج فعلا. بالإضافة إلى من يعطيني جملة أخرى، جملة فعلية أخرى تبتدئ بفعل؟ آدم: يجلب الأغطية. تبتدئ بفعل فهي جملة فعلية. نذهب إلى السؤال الموالي: اعرب الكلمات المسطرة في النص إعرابا تاما، يعني كاملا. ما هي الكلمات المسطرة؟ الثلوج. أولا قبل أن أعرب، ماذا يجب أن أعرف؟ هل هي فعل أم اسم أم حرف؟ الثلوج، هل هي اسم أم فعل أم حرف؟
تبتدئ بأل التعريف فهي معا اسم. الاسم الذي يأتي بعد الفعل ماذا نسميه وهو مرفوع ماذا نسميه محمد؟ فاعل. فاعل. والفاعل كيف يكون؟ مرفوع. وعلامة رفعه ماذا؟ الضمة الظاهرة على آخره. جيدا. من يعطيني الإعراب كاملا؟ من يعطيني الإعراب كاملا؟ إسحاق. الثلوج فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. جيد. الثلوج فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. نذهب إلى الكلمة الأخرى المسطرة حساء. أولا هذه الكلمة هل هي اسم فعل أم حرف؟ يوجد فوق آخر حرف ماذا؟ معا التنوين. وهل التنوين نجده في الفعل؟ لا. أين نجده؟ في الاسم. الاسم. إذن الاسم المنصوب الذي يأتي بعد الفاعل والفعل ماذا نسميه؟ مفعول به. ما به؟ منصوب. وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ريش اعربي إعرابا كاملا. شكرا. حساء مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. نذهب إلى السؤال الموالي. قال لي أعطيتك ثلاث كلمات السنة وحدات وعلقة. السنة لماذا كتبت التاء مربوطة في آخر هذه الكلمة؟ لأنها من يعطيني التعليل؟ إيمان. لأنها اسم مفرد مؤنث. جيد جدا. تقول القاعدة أن التاء تكتب مربوطة في آخر الاسم المفرد المؤنث. نذهب إلى الثانية وحدات. لماذا كتبت بتاء مفتوحة؟ أولا هذه الكلمة هل هي اسم أم فعل أم حرف؟ أميرة. اسم. اسم. لكن قلنا أن الاسم يكتب تكتب التاء مربوطة. لماذا كتبت هنا بالتاء المفتوحة؟ لأنها رفع الأصابع. ريتاش. جيد. يكتب الجمع المؤنث السالم بالألف والتاء أو المد والتاء المفتوحة. الكلمة الأخيرة علقاتي. لماذا كتبت هذه التاء مفتوحة؟ لأنها ماذا؟ معا فعل. وتقول القاعدة أن تكتب التاء مفتوحة في أواخر الفعل أو في آخر الفعل. نذهب إلى السؤال الموالي. ما هو الضمير الذي يمكن أن تستبدل به الكلمة المسطرة في الجملة التالية؟ القرويون تعاونوا كلهم وساعدوا إخوانهم. القرويون يمكن تعويضها بأي ضمير؟ المتكلم. وعندنا ضمائر؟ المخاطب. وعندنا ضمائر؟ كلمة القرويون هل هي جمع مثنى أم مفرد؟ أميمة. جمع. جمع. هل هي مذكر أم مؤنث؟ سجى. مذكر. مذكر. القرويون عندما ساعدوا إخوانهم هل كانوا حاضرين معنا؟ لا. إذن هم غائبون. إذن ما هو الضمير الغائب
المذكر في الجمع. محمد؟ هم هم. شكرا. صرف قسمين.